بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا وياكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. رجعنا وياكم يا شباب سلسلة شرح مهمات، واليوم عندنا شرح مهمات الاسبوع الخامس من الموسم الحادي عشر. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا اصدقائكم. ما طلب منكم بس اللايك يا شباب، لا تقصرون. فكالعادة انا سهران لحد الفجر حتى اشرح لكم المهمات اول باول. فنروح على المهمات، نروح على المهام، بعدين نروح على مهمات التحدي، وبعدين نروح على الاسبوع الخامس. هذا هو يا شباب الاسبوع الخامس. فاول مهمه يا شباب عندنا يقول لك حقق اس او اعلى 3 مرات خلال تواجدك ضمن فريق مع الاصدقاء في الوضع الكلاسيكي. هنا يا صديقي تلعب ويا اصدقائك وتحصل اس، يعني تلعب ويا اصدقائك اللي موجودين هنا، ما يصير تلعب ويا غيرهم، تلعب وياهم اصدقائك وتكونون فريق كامل حتى تسوون هذه المهمه. وهنا مثل ما تشوفون هاي عندنا الاس، مثل كل جيم تلعبه راح يطلع لك مثل ما تشوفون راح يطلع لك على اليسار تقييمك اللي هو هذا درجتك الاس، هذا اللي زائد اس اس. فهو طالب من عندك اس 3 مرات وضمن فريق من الاصدقاء، يعني فريق يعني اصدقائك الموجودين داخل اللعبه. المهمه اللي بعد هي يا شباب يقول لك اختر مهمه واحده من بين 3 مهام. فعندنا اول مهمه يقول لك اهبط على سطح في مبنى، هذا المكان راح اخليكم اياه بسان هوك، تهبط عليه 3 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمه. راح تطلع لكم صوره على اليسار راح يوضح لكم هذا المكان الموجود بسان هوك، او تهبط على سطح اي مبنى موجود بيكادو 3 مرات. راح تطلع لكم صوره بيكادو حتى الكل يندلها، هي موجوده بخريطه الصحراء ميناما، او تهبط على سطح في القاعدة العسكرية اللي هو المطار، تهبط عليه 3 مرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا الكل هندني بالوضع الكلاسيكي، انت تختار واحدة من يمين، راح اخليكم طبعا صورة المطار على اليسار خاف اللي احد ما يعرفها. فهنا تختار واحدة من بين دني 3 مهام، واكيد كلكم راح تختارون الثالثة اللي هي مال المطار. تهبط على المطار 3 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة. من تسوي مال المطار ماكو داعي تسوي المهمات الباقية الاثنين. المهمة اللي بعدها يا شباب يقول لك اقتل 3 أعداء باستخدام الـ AWM في أي وضع. في أي وضع يا شباب تقدرون تختارون الساحة وتقتلونه وتسوون هذه المهمة. أما السلاح سلاح الأم طبعا الكل يعرفها، بس هذه الناس اللي ما تعرفها مرات ما أخلي السلاح. الكل بالتعليقات تقول ليش ما تخلي السلاح، فهذا السلاح حتى الكل يعرفه. أكيد كلكم تعرفون هذا الـ AWM اللي هو الأم المتواجد بالدروبات. انا اخلي ذني على مود ما احصل انتقادات بالتعليقات. اوكي نرجع وياكم مهمات التحدي، نرجع وياكم على الاسبوع الخامس. المهمه اللي بعدها يا اصدقائي يقول لك التقط حقيبه الظهر من المستوى 3 خلال 10 مباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا الحقيبه الظهر طبعا متواجده الايام بكثره، حتى موجوده بالمطار وموجوده بوشنكي، وهي متواجده يعني مو نادره كلش، وتقدر تبدلها ويا صديقك عادي، بس تلبسها لمدة ثواني وترجعها راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا شباب يقول لك اختر مهمتين من بين، يعني اختر مهمة واحدة من بين هذين المهمتين. اول مهمة يقول لك احتل القاعدة في الساحة لمدة 100 طبعا ثانية مكتوب او ثواني تحتلها، يعني تفوز بالهذا، مو تفوز لازم تروح. انا الصراحة جربتها ورحت لمنطقة العدو مثل ما تشوفون يا اصدقائي، بس ما نجحت وياي هذه، ما اعرف شنو هذه المهمة ما مجربها لكم. فماكو داعي تسوون هذه المهمة، سوي المهمة الثانية يقول لك اقتل 3 أعداء باستخدام المقلاة في الوضع الكلاسيكي، يعني بالطاوة. تقدر تفنش البوت تقدر توقع البوت نوك او اي لاعب توقع نوك وتفنشه بالطاوة راح تكمل وياك هذه المهمة. اذا سويت هذه المهمة مال الطاوة او المقلاة ماكو داعي تسوي هذه المهمة مال احتل القاعدة في الساحة لمدة 100 ثانية، ماكو داعي، يعني نسوي بس هاي مال 3 أعداء بالطاوة راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا أصدقائي يقول لك اقتل 30 أعداء باستخدام الـ AKM في الساحة. تروح للساحة، هذه هي الساحة مثل ما تشوفون، هذه هي الساحة، تروح الساحة القديمة اللي هو تدريب الساحة، تختار الـ AKM وتقتل 30 عدو راح تكمل وياك هذه المهمة. طبعا سلاح الاي كي ام معروف كل احنا نعرفه، بس هذه لازم اخليها، انا مجبور اخليها مثل ما تشوفون هذا هو الاي كي ام. نرجع للمهام، ما ادري انه تشبيه
نرجع للمهام نكمل وياكم المهام. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اقتل عدوين خلال 200 ثانية من الهبوط في الوضع الكلاسيكي. طبعا هذه المهمة لازم تنزل مكان يعني شلون احنا نقول تنزل حاويات او مطار او بوشينكي او تنزل باخر الطيارة، راح تلقى هواي ناس تقدر تقتل عدوين خلال 200 ثانية. من تقتل عدوين خلال 200 ثانية راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اقتل 3 اعداء باستخدام القنبلة اليدوية في اي وضع. هنا طالبها من عندك في اي وضع احتمال، هم بالساحة تقدر تكمل هذه المهمة. وهواي ناس كتبوا لي بالتعليقات انه كملوا المهمات الاسبوع الرابع اللي كان بيها بالكار، كملوها بالساحة ونحسبت وياهم. هنا دي يقول لك في اي وضع تقدر تسويها بالساحة او تقدر تسويها بالجيم كلاسيك العادي. تقدر تنوك العدو البوت، تنوكه بسلاح رش، اي سلاح، اي كي ام ام فور، تنوكه وتفنشه بالرمانة راح تكمل وياك هذه المهمة. او تسويها مثل ما قلت لك، جرب بالساحة يمكن تصير، اعتقد تصير ان شاء الله. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اكمل 8 مباريات في وضع الاركيد. هنا ماكو داعي اشرح هذه المهمة، وضع الاركيد كلكم تعرفونه اللي هو هذا وضع الاركيد. مثل ما تشوفون هذا الاركيد تلعب 8 مباريات العفو وراح تكمل وياك هذه المهمة. نرجع وياكم على العربي ونروح على المهمات ومهمات التحدي، نرجع وياكم نكمل. عندنا آخر مهمة يا شباب يقول لك اقتل 20 عدوا باستخدام البايسون أو البندقية الرشاش البي ام 5 كي في الوضع الكلاسيكي. هنا طالبها من عندك بالوضع الكلاسيكي. طبعا الأسلحة راح أشوفكم إياها مثل ما تشوفون يا أصدقائي. نروح على بندقية الرشاش ونروح على البايسون. هذا هو البايسون يا شباب اللي هو طالبه من عندك بالمهمة تسويها. وهذا هو السلاح الثاني، طبعا هذا موجود بس فيكند اعتقد، اللي هو يكون تحته بس هذا شوية عندي الانترنت، اللي هو هذا مكتوب MP5 اخر سلاح من اليمنى MP5K. هذا هو السلاح يا شباب. طبعا طالبها عندك بالوضع الكلاسيكي تختار البايسون او هذا السلاح اللي انا شايله بايدي. وتقدر تيجي هنا مثل ما قلت لكم، تروح هنا تسويها منظور شخص اول، منظور شخص اول، وهنا تروح على اوروبا تغيرها تسويها اسيا، تسويها اسيا، وهنا تغير اللغه مثل ما تشوفون، مثل ما انا غيرتها الاولى والثانيه باللغه الصينيه. طبعا ما راح اسويها هنا، راح يطلعوا لك الجيم كله بوتات تقدر تسوي عليهم جميع المهام وبدون ما تخسرون تقييمكم. اللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا اصدقائكم. اشوفكم بخير.